أحسن الله إليك. يقول السائل: لقد سمعنا من بعض المشايخ أن الغش في الامتحانات يجوز إلا في الصف الثالث ثانوي، لأنه يحدد المستقبل، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ هؤلاء ليسوا مشايخ. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. هؤلاء جهال وليسوا مشايخ. اللي يجيزون الغش، والغش من طالب العلم أشد من الغش من غيره، والذي يدرس هذا طالب علم، يجوز له الغش لا في طلب العلم ولا في غيره، يجب عليه الصدق والأمانة، لا يكون غشاش. نعم.